السلام عليكم أعزائي الطلبة، نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الثانية. وصلنا إلى كملنا الكليتنج سيستم، نجي إلى النظام الرابع لأجهزة جهاز الحفر اللي هو الروتري سيستم، نظام التدوير. طبعا التدوير هو للدريل سترينج والبيت، حتى تبي البيت تحفر داخل الروتري سيستم. includes all of the equipment used to achieve bit rotation، حتى تنطينا البيت تدوير للبيت وبالتالي تتم عملية الحفر. The main parts are the swivel، الكيلي، الروتري درايف، روتري تيبل، دريل بايب اند دريل كولرز. هاي المنظومات الأساسية اللي تدور عملية تدوير السيستم جهاز الحفر. سويفل، نجي للسويفل، سبورت ذا ويت اوف ذا، يعني هو فوائده اللي هو بهذا الشكل. هذا الشكل همالته السويفل، وهذه المجموعة مال التدوير. عندنا هنا الهوز، هنا السويفل، هذا الكيلي، هذا الكيلي كيلي بوشينج، روتري درايف يحرك لنا المنصة الدوار، هنا الروتري تيبل، وبعدين تبدي البلو اوت بريفنتر، يبدي هذا الدريل سترينج، الى اخر شيء البيت. طبعا دريل بايب ودريل كولرز والبيت. هذا الشكل الخارجي مالي السويفل. The swivel support the weight of the drill string، ايضا يعني هو يحمل لنا شلب، هو بالهوك اذا يحمل لنا الوزن مالي الدريل سترينج، ويسمح بالروتيشن مالته يدوره. اكو حاجز of the swivel is attached، يعني بالسويفل عندنا في حاجز معين attached to the hoof of the traveling block، and the goose neck of the swivel، يعني العنق مالي، يعني هذا يسموه goose neck of the swivel، provide the downward point to connection for rotary hose. Swivel are rated according to their load capacities، يعني حسب ما يتحمل هذا السويفل هو يصنف تصنيفات بين واحد واخر. نجي للكيلي. الكيلي is the first rotation مثل ما قلنا الكيلي the first section of the pipe below the swivel، أول مقطع من الأنابيب بعد السويفل. The outside cross section of the kili is square، kili مقطع مالته square أو hexagonal to permit it to grip easily to the cavity، حتى يتعشق بشكل سهل مع المنضدة الدوارة ويرتبط مع الدريل بايب ويعطينا الحركة للأسفل حركة. Torque is transmitted to the kili، يعني العزم، عزم الدوران يروح للكلي through the kili bushing، يعني بوشة ترتبط ويا الكلي، which fit inside the baster bushing of the rotary table، تتعشق ويا البوشة الأساسية بالروتري table على شكل مربع أو مستطيل. The kili must be kept as straight as possible، يجب أن يكون الكلي شكل عمودي. The kili thread is right-handed on the lower end. هنا عندنا الكيلي ثريد، الكيلي ثريد is right-handed on the lower end, left-handed on the upper end. يعني الأسنان
مال الكلي للتعشيق ويا الدريد بايب ويا للسبل، من الأحلى يكون أو درايت هاندد بالأسفل، يعني شكل الأسنان تكون شنو يمينية التدوير مالتها، والليفت هاندد أون ذا أبر إند، يعني اتصاله ويا السبل يكون على شكل الأسنان مالته أو التعشيق ليفت هاندد باتجاه اليسار، حتى شنو تبرميت نورمال رايت هاند روتيشن أو السبل، حتى نضمن إنه بالتعشيق ما راح يصير عندنا يعني يتعشق من جهة ومن جهة أيضا يتعشق غير، لأن إذا كلهن الأسنان باتجاه واحد رايت سايدد أو ليفت سايدد ما راح يصير عندنا نوع من خلينا نقول الكونكشن، يعني ضب من جوايف الاثنين ضب من فوق الاثنين، فلازم الأسنان مختلفة في الاتجاه. نجي الروتري تيبل المنضدة الدوارة، هاي ذا اوبننج ان ذا روتري تيبل، بالروتري تيبل هاي فتحة بالروتري تيبل سطح جهاز الحفر ذات اكسبت ذا كولي بوشنج، يتعشق وياها الكولي البوشة مال الكولي must be large enough to for passage for the last largest bit to the largest bit to run in the hole، يعني وهاي لازم تكون كابلة هاي الفتحة بحيث انه ندخل بيها اكبر حجم من البت المستخدمة في حفر البئر. The lower portion of the opening، الفتحة السفلى من هذا الروتري تيبل الاوبننج is counter to accept the slips، فتحة السفلى لازم لها قابلية أن تتقبل السليبس ذات جريب ذا دريل سيستم، سليبس يعني شو نسميها؟ نسميها ذنب الموقفات اللي يخليهن حتى نعشق الدريل بايب بجهاز الحفر ونعلقه بها، بمعنى نعلقه حتى ما يوقع أو ما يسقط إلى أسفل البئر. And prevent it from falling into the hole while a new joint of pipe is being attached to that، يعني بثناء من نسوي connection واضح نحن نوقف الروتري هذا السليبس ننزلها لأسفل الفتحة مع الروتري تيبل حتى تجمعنا البايب لنا حتى ما يسقط من نسوي connection جديد للدريل بايب. دريل سترينج روتيشن، تدوير مال الدريل سترينج is achieved through a hydraulic motor، موتور هيدروليكي incorporated in the power swivel or power sub، يعني اما يكون ضمن الباور سب هذا بالسويفل او بمعدة بجانب الروتري تيبل بجهاز الحفر يمطينا الحركة الدورانية للدريل بايب. The major portion of the drill string، الجزء الأكبر من الدريل string composed of drill pipe، الجزء الأكبر من عنده drill pipe. The drill pipe in common use is hot rolled, pierced and seamless tube، يعني هذه الأنابيب مال الدريل بايب هي عادة مدرفلة على الساخن، عمليات ميكانيكية pierced مصفاية وتوصل إلى seamless tube بحيث الاحتكاك مالتها كلش يكون او ملساء جدا حتى ما تسوي لنا احتكاك عالي. الـ API specified API specified the drill pipe by، يعني التصنيفات مال الدريل بايب او المواصفات الدريل بايب هي تعطينا الاوتر دايامتر قطر الخارجي، الويت اون بير فوت وزن الوزن الفوت الواحد من البايب، الستيل جريد نوعية الستيل المستخدم، الاربعة الرينج لينث قد طول الدريل بايب للسكشن الواحد او طول الواحد من الدريل بايب. الدريل بايب is furnished in the following API length range، الرينج مال الـ API
عندنا الـ API بثلاث تصنيفات. هذا الأول يعني شوي مدى تجي لوريش لوريش شو هذا ايه الجريد انواع التايب 1 و 2 و 3. الواحد طوله من 18 الى 22، الاثنين طوله من 27 الى 30، والثلاثه الرينج الثالث من اطوال الدريل بايب هو 38 الى 45. اكثر الاستخدام هو هذا الوسط رقم 2 من 27 الى 30 قدم. هنا يجيك السايزز مال الدريل بايب مواصفات، يبدي من 2 و 3 على 8 وينتهي الى 5.5 اكثر حسب الـ API. هذا 2 و 3 على 8 القطر الخارجي او السايد نسميه الى 5.5. الويت النوع الاول 2 و 3 على 8 الوزن مالته 6.65 pound per foot، واخر شيء ابو 5.5 قطرة اكبر الى وزن الفيت الواحد هو 24.7 باوند بير فوت. الوزن هذا النوع نسميه نومينال ويت، هذا السايز نومينال سايز، هذا النومينال ويت. هنا عندنا الاي دي مالته القطر الداخلي ابو 2 و 3 على 8 القطر الداخلي مالته 1.8175 ابو 2 و 7 على 8 النوع الثاني قطره 2.15 وهكذا الى 5.5. هذا اكبر حجم الدريل بايب، الوزن الاي دي مالته او القطر الداخلي 4.670. واضح هذا طبعا بالمسائل تعطى هذا ايش قد القطر الخارجي والقطر الداخلي دايم هاي دايمنشن اوف الدريل بايب. التابل قبله تابل 2 دريل بايب لينث، هذا الدايمنشن اوف الدريل بايب يعني القطر الخارجي الوزن مال الفيت الواحد والقطر الداخلي. نجي هنا الدريلينج ماتيريال جريدز، الجريدز مالتنا للدريل بايب هو عندنا خمس انواع الدي والاي والاكس والجي والاي والاس. هذني دي و اي و اكس و سي و اس. المينيمم هاي مواصفات ميكانيكية، مينيمم يل سترينج مقاومة الشد القصوى او الخضوع، الدي 55,000 الاي 75,000 حسب مقاومة المعدن المستوي من عند البايب. يصل الى الاس اخر شيء يتحمل 135,000 بي اس اي. المينيمم تنسال سترينج مقاومة الشد القصوى الى او اقل تنسال سترينج هذاك الخضوع هنا مينيمم ييل سترينج ترسيز، هنا المينيمم تنسال ستريس مقاومة الشد مالته الدي 95,000 وهكذا الى الاس اللي هو اقوى شيء 145,000 تي اس اي. الريشو مال ييل سترينج هذه على التنسال سترينج يعني هذا المربع على هذا الكلام على هذا الكلام يطلع لنا النسبة 0.58.75 إلى حد 0.93. هاي الدريل بايب ماتيريال جريدز. رينج 2 مثل ما قلنا رينج 2 is commonly used، عادة هو اللي يستخدم رينج 2. Commit the drill pipe joint are fastened together in the drill string by means of tool joint. يعني ربط قلنا الدريل بايب طوله 30 تقريبا، فالربط بين بايب وايب بالميز بواسطة التول جوينت اللي نسميه الوصلات، وصلات الأنابيب. تول جوينت الفيميل بورشن اوف ذا تول جوينت از كولد ذا بوكس. يعني هنا التعشيق مالتنا هو عبارة عن فحل ونثية ما تعرف عليه، فالفيميل بورشن الجزء النثية مالته اوف ذا تول جوينت از كولد البوكس، واضح بوكس يسموه صندوق، اند ذا ميل خلينا نقول
الذكر is called the pin. إذن عندنا box أو pin. واضح؟ The thicker portion of the pipe is called the abscess. الجزء الخارجي اللي هو الجزء الأكبر من الدريل بايب قطر يصير أكبر هي التوصيلة هاي يسموها الأبسيت. يسموها الأبسيت. Internal upset if the pipe having extra thickness by decreasing the internal diameter. هذا يسموه internal upset يعني upset داخلي. هنا البايب يصير عنده thickness إضافي بقد تقليل الانترنال دايامتر يعني يصير ثيكنس اضافي بس نقلل الدايامتر الداخلي مال البايب مع التعشيق يعني. The lower section of the drill string is composed of drill collars يعني هذا كل ما يتعلق بالدريل بايب خلصنا. نجي السكشن اوف الجزء الثاني من الدريل string هو الدريل كولر. The drill collars are heavy, thick-walled, heavy steel tubulars. هي عبارة عن أنابيب سمك مالتها تكون كبير ومن نوع الجريد الثقيل من الستيل to apply لغاية أنه حتى نسلط أكبر قدر ممكن من الوزن على البت حتى تبقى بتماس مع الصخرة وتحفر باستمرار. The smaller clearance between borehole and the drill collars help to keep the hole straight. واضح؟ The smaller clearance between the borehole and the drill collars help to keep the hole straight. يعني clearance يكون الدريل كولرز تكون سمكها كبير أو قطرها الخارجي كبير. فيبقى فراغ حلقي قليل كلش بين من بين جدار البئر والدريل كولرز حتى نضمن استقرارية الدريل كولرز عمودية او بالسنتر. واضح؟ هذا هنا تول جو هذا الدريل بايب والتول جوينت هنا وهنا تول جوينت بنهاية بداية ونهاية الدريل بايب. التول جوينت هذا البوكس هذا البوكس البن العفو هذا البن الفوق وهذا البوكس فيصير عملية التعشيق هنا داخل كده. واضح؟ هنا مقطع هذا البوكس شلون السنون مالته وهذا البن بالشكل هذا المقطع هذا هذا التول جوينت كل هاي التول جوينت شلون ترتيبات الميكانيكية يعني تشوف هنا يصير قطر القطر شنو للبايب او قطر الفن هنا يكون اصغر حتى يتعشق ويا من هي هاي الاسنان تتعشق ويا البوكس وهذا الفن. الدريل كولرز هاي ستابلايزر هاي السبايرال هذا دريل كولر نوع من انواع الدريل كولر يكون على شكل هنا شقق حتى ايضا شنو ستيل مالت جريد عالي. هاي الاستابلايزر هذني انواع من الاستابلايزر يصير ويا دريل كولرز حتى تكون بتماس ويا من فتكون مشققة حتى تحرك بها دريل الفلويد بها جروفز حتى الاستابلايزرز هاي مثبتات صب يعني اللي هسه شفناها often are used in the drill collar string تكون ويا الدريل to assist in keeping the drill collar centralized يعني قلنا ها العفو الاستابلايزر هي اللي حتى تثبت لنا تكون بتماس ويا من هي جدار البئر وبالتالي تثبت لنا الدريل كولر والدريل سترينج بشكل عمودي واضح بالسنتر الخلفي حتى تكون البيت ايضا شنو مثبته بالسنتر وتحفر لنا البئر. نوع من انواع الاستابلايزر هاي انواع مختلفه هذا وهذا هاي نوع طبعا مالته هنا يصير بالشكل هذا بالشكل هذا.
نسميها المثبتات. الفانكشن او الاستابلايزر، خواص او فوائد الاستابلايزر كان دي سمراج ممكن لخصها. اولا ريديوس باكلينج اند بيندنج ستريسز اون ذا بريك كولس، تقللنا الانحناء والالتواء في شهادات الانحناء والالتواء بالبريك كولس. اثنين الاو هاير ويت اون ذا، ايضا يثبت لنا او يسمح لنا وزن كلش عالي على الدب ان ذا سترينج ريمينز كونسنتريك ايفن ان كومبرشن. يعني احيانا حتى يكون السترينج باقي مركز متمركز حتى في حاله الكومبرشن. انكريز بيت لايف باي ريدوسنج وبل، ايضا يقللنا من عمر الحفاره بتقليل الوبل. الوبل يعني الخطة والحركة العمودية للبيت. I all three cones loaded equally، بمعنى انه الفتحات الثلاثة ما البيت تكون مسلط عليها احمال ثابتة متساوية، فما يصير عندنا اهتزاز في البيت وبالتالي عمرها يصير اكبر. Help to prevent wall sticking، ايضا يساعدنا حتى ما يصير عندنا ستيك ويا جدار البئر بالبريد كولر، حطت البريد كولر لان الفراغ الحلقي في المدينه قليل، كان عندنا الستيكينج التصاق. Act as a key seat wiper when placed at the top of pillar، تعتبر هو نوع من الواشر الاضافي حتى في اعلى البريد كولرز هاي ستابلايزر حتى يثبت بنا بشكل عمود. The term capacity، الكاباسيتي often is used to refer to the cross sectional area of the pipe. نقول capacity للبايب هو عبارة عن المقطع، مساحة المقطع العرضي للبايب or any rough exercise in units contained volume per unit length، مقاسة على أساس قد الحجم بالوحدة القوية. الكاباسيتي اوف البايب، الاي اوف بايب او احنا نقول السي اوف بايب، كاباسيتي سي اوف بايب او الاي اوف بايب يساوي لنا 5 باي 4 دي 5 شكوى قطر في هو يعني دائري، ف 5 باي 4 دي 5 شكوى. كاباسيتي اوف انيولوس، اي انيولوس او سي انيولوس، كاباسيتي مال انيولوس 5 باي 4 دي هول سكوير ماينس دي 5، يعني القطر الخارجي اللي هو قطر البئر تربيع ناقص القطر الخارجي، يعني هذا دي هول هو قطر الداخلي تبع البئر ناقص القطر الخارجي للبايب سواء البريد كولر او قدر البايب تربيع. الترم هسه هاي عندنا الكاباسيتي. نجي مصطلح اخر اللي هو ترم ديسبليسمنت، الازاحه. ترم ديسبليسمنت often is used to refer the cross sectional area، هي عبارة عن المقطع العرضي للستيل in the pipe، هو المقطع العرضي لكمية الستيل يعني المعدن بالبايب. Expressed and then in unit volumes per volumes or per unit، ايضا حجم واضح بالطول، مثلا feet cube per foot، gallon per foot، درجة فوت وهكذا. So الاي اي ستيل او الديسبليسمنت دي ستيل او اي ستيل 5 باي 4 دي اوت سكوير ماينس دي اوت، يعني البايب القطر الخارجي تربيع ناقص القطر الداخلي اللي هو يمثل لنا حجم الستيل المزاح اثناء عملية الرفع او خفض الدريل بايب. هنا نشوفه هاي، هنا هاي الدي وهاي الدي مال بايب، هذا البايب وهذا البئر، واضح؟ هذا البايب وهذا البئر، فعندنا الدي اوت بالنسبة للبايب، دي اوت بالنسبة للبايب، وعندنا دي سمول او دي اي القطر الداخل، والباقي هو الدي هول او ما دي هول مال البئر.
فالكاباسيتي اوف 5 مثل ما قلنا الاي بي 5 باي 4 دي سكوير قطر الداخلي لل 5. الكاباسيتي اوف انيولوس الاي انيولوس 5 باي 4 دي 2 هذا دي 2 اللي هو احنا دي هو قلنا ماينس الدي 1 سكوير ماينس الدي 1 اللي هو القطر الخارجي. الديسبليسمنت اوف 5 ديسبليسمنت الازاحه الفايف الستيل سواء دريد فايف او دريد كولر فايف باي فور دي 1 سكوير ماينس دي سكوير. فهو هنا ماخذ القطر الداخلي مسوي دي قطر الخارجي الفايف دي 1 وقطر البير او الدي هول مسوي دي فنطلع هذا لان بس اللي ذكرنا عنه سابقا. ناخذ اكزامبل على هذا القوانين مالتنا بالنسبة للكاباسيتي. الدريل سترينج از كومبوز 7000 زت طوله 7000 زت 5 انش في القطر الدريل بايب خارجي 5 انش الداخلي 4.276 انش الاي دي مالته الانترنال دايمتر الوزن مالته باوند بير فوت 19.5 هاي الدريل بايب 7000 و500 طول مال دريد كولرز قطره الداخل الخارجي 8 انش او دي باي 2.7 انش الاي دي. شوف الفرق بين القطر الخارجي 8 والداخلي 2.75 تقريبا 4.5 هو كله ستيل هذا بينما بالدريل بايب 5 و4.27 يعني بوينت تقريبا 6 وكسر هذا الستيل اريا. ولذلك احنا نقول الدريل كولر تكون شنو سمكها كبير وثقلها اكبر حتى تسلط حمل على البت وتبقى وتسوي كومبريشن على البت وشنو تمنع اهتزازها حتى الحفر يكون بشكل مستمر وسموث. وان دريلينج 2.875 بور هول دي هول قطر البئر هو 2.785. assuming that the borehole remains engaged يعني نفترض انه القطر الداخلي للبئر هو دائما ثابت طبعا هي هاي بس نفترض احنا compute the number of pump cycles required to circulate mud from the surface احسب عدد دورات او strokes مع المضخة حتى تدور لنا المد from the surface to the bed من السطح الى البيت وبعدين from the bottom of the hole to the surface. واضح يعني دورة كاملة لإساء الحفر من السطح الى البيت ومن البيت الى السيرفس ترجع ومطيك if the pump factor is 0.1781 per cycle. هنا رأسا مطيك هو البامب فاكتر طبعا اذا ما يعطيك البامب فاكتر لازم يعطيك مواصفات البامب مثل ما شفنا في المحاضرة السابقة مواصفات البامب وتطلع هذا البارل بير سايكل فاكتر. نجي نحسب الكروس سكشن اريا الاي بي اي 5 5 باي 4 دي 5 سكوير سكوير احنا نريده ما نريده بالانش ما تعمل بالانش تعمل بالبارل بير فوت بارل بير فوت واضح. فال 5 باي 4 دي 5 سكوير ان سكوير نحول الانش الى الجالن عندنا جالن لكل 231 انج كيوب وبعدين الجالن نحوله الى البرل الى 2 برل 42 جالن وعندنا يبقى شنو الفيت هنا بير انج هنا طبعا نحوله 12 انج على الفيت هذا الفاكتور يعني قدم يساوي 12 انج هذا كله نجمعها يطلع لنا هذا القانون النهائي الاي بي الكاباسيتي للبايب سواء دريل بايب او دريل كولر او فراغ حلقي هو دي سكوير على 1029.4 بارل بيرفكت. وهذا تحفظ هذا الرقم كاباسيتي لاي بايب دريل بايب دريل كولر لفراغ حلقي بين جدار البئر والبايب يساوي بارل بيرفكت دي سكوير على 1029.4 يعني ال 12 قسمها على 231 على 42 طلع لنا هذا الفاكتور.
الباي المضروبه طبعا بالباي باي 4 يطلع هذا الفاكتور. تدري البايب كاباسيتي اي بي ايش قد القطر الداخلي؟ قلنا 4.276 بالنسبه لدريل باي. قسمه على ال 1029.4 يطلع هذا 0.011176 بارل بيرفكت. تستخدم خمس او خمس ديجيت بعد الفائده 1 2 3 4 5 بالحسابات مالك بارل بيرفكت. نجي للكاباسيتي اوف دريل كولرز، اي دريل كولرز يساوي لنا قطر الداخلي دريل كولرز 2.75 تربيع على 1029.4 يطلع 0.0735 بارل بيرفكت. نجي نحسب النمبر اوف سايكلز the number of pump cycle required to circulate new mud to the bed is given by. هسه نحسب الحجم مال من مال الطين اللي يضخ المضخة حتى يوصل المن للبيت. فعندنا المال دريل بايب الكاباسيتي هي هاي 0.001176 بارل. في طول الدريل بايب 7000، هذا يمثل لنا حجم الطين حتى يمدينا الدريل بايب، زائد بعد حجم الطين اللي يمدينا الدريل كولر كاباسيتي مال الدريل كولر 0.00735 هاي هنا بعد او في 500 في 500 يعني ممكن نصححها بعدين او ضيف يعني هاي او او 7 ما تعديها او 7 واحدة في ال 500 طول دريل كولرز. هذا يطلع حجم الطين، حجم الطين اللي لازم نضخ المضخة اوكي حتى من السطح الى البيت. نقسمه على البامب كاباسيتي الاف في مال بامب اللي هو 0.178 بارل بير سايكل، يعني هنا المضخة تضخ حلقة بارل بالدورة الواحدة مالتها سايكل واحد او السكروت الواحد، راح يطلع لنا 719 سايكل. بمعنى انه هنا نحسب 719 سايكل للمضخة او سكروكس، يعني تقدم الشوط ويرجع مال الباور. 719 نعرف انه وصل الدريل، يوصل الطين الحفر الى البيت وصله. نفس الشيء similarly the annular capacity outside of the drill pipe capacity بال outside مال drill pipe ال ADC ال D hole اللي هو 9.875 تربيع ناقص 8 تربيع اللي هو ال outside diameter مال drill collar على ال 1029.4 يطلع هاي الكاباسيتي 0.0326 واضح. وعندنا قبلها هاي الكاباسيتي مال دريل بايب، يعني احنا بالفراغ الحلقي عندنا فراغ حول دريل بايب وحول من حول الدريل كولر. وحول دريل بايب قطر البير 9.875 تربيع ناقص القطر الخارجي لدريل بايب اللي هو 5 تربيع على ال 1029 يطلع الكاباسيتي مال انيولاس حول الدريل بايب 0.0704. وهاي الكاباسيتي مال انيولار حول من او خارج الدريل كولرز واضح. اذا الان البامب سايكل الريح ايش قد دوران البمب الضخ حتى نوصل من شنو من البيت نرجع الفلويد الى السطح. وين يرجع؟ يرجع الفراغ الحلقي. بالفراغ الحلقي فلازم نحسب الكاباسيتي بين حول الدريل بايب والكاباسيتي حول الدريل كولرز. اذا so the pump cycle required to circulate mud from the bottom of the hole to the surface is given by S يساوي
الفراغ الكاباسيتي مع الفراغ الحلقي حول الدريل 5.704 في طول الدريل 5 7000 زائد الكاباسيتي مع حول الدريل كولرز في طول الدريل كولرز 500 هاي تمثل ان حجم الطين بالفراغ الحلقي على البمب البمب فاكتور 0.178 برل بير سايكل هذا برل هذا برل يبقى فقط السايكل تطلع لنا 2.85 سايكل اذا يريد مجموع الدورات لل حتى ان البمب تضخ البمب من السطح وترجع الى السطح نجمع داخل البايبس اللي هو اللي طلعناها 719 نضيف لها 2858 يطلع الستروكس او السايكل الكلية حتى البمب تضخن المد من السطح ويرجع الى السطح اي دورة كاملة للبريدين فلويد. والكنترول سيستم المنظومة الخامسة اللي هي منظومة السيطرة على البئر هاي منظومة مهمة حتى ليش من احنا نشتغل ولازم نسيطر على البئر ما يصير بي الكيك وبعدين يصير بي الانفجار ويصير عملية كارثية ما نحصل بعد لا الناس تشتغل ولا جهاز ولا بيرين تلف وكلها تروح هدر فمنظومة رئيسية ومهمة للسيطرة على البئر The well control system prevents the uncontrolled flow of formation of fluid from the well wall يعني الغاية منها احنا الفلو مال الفلويد من الفورميشن الى داخل البئر لازم مسيطرين عليه بنوصل الى مرحلة الكنترول بعدين يسبب لنا الانفجار When the bitumen create a permeable formation اذا البيت اخترق طبقات نفاذة that has a fluid pressure in excess of the يعني ممكن تكون بيها الفلويد داخل هذه الطبقات النفاذية العالية يكون بيها البرشر اعلى من الهيدروستاتيك برشر اللي هو الضغط الطين اللي احنا نحفر بيه اللي هو طبعا دائما عمليات الحفر لازم يكون الهيدروستاتيك برشر ضغط الطين اي من خلال الدنسيتي مالته يتحكم بيه يكون اعلى من الضغوط مال فورميشن برشر وخصوصا في المناطق اللي ممكن بيها يكون غاز الفورميشن فلويد The drilling fluid formation will begin to displace the drilling fluid from إذا العملية صارت بالعكس أنه الـ drilling fluid ضغط أعلى من ضغط الهيدروستاتيك بريشر فراح يصير عندنا تحرك من الـ formation fluid إلى داخل البئر ويزيح لنا الـ drilling fluid من البئر وإذا استمر هذا راح يسوي لنا الكيك وبعدين يصير انفجار فنجي للكيك الكيك يسموه رفسة البئر يعني البئر يبدأ يرفس عندما شنو تدخل هاي الفورميشن فلويد إلى داخل البئر وتزيح لنا الدريلينج فلويد إذا the flow of formation fluid into the well in the presence of the drilling fluid واضح هذا الكيك ديتكشن ديورينج دريلينج اوبريشن لازم احنا دائما نشوف هذا الكيك هنا هاي نادى نحفر هنا هاي بريشر الفلويد دريلينج فلويد الدنسيتي مالته الهدف اقل فيبدي يدخل داخل الفراغ الحلق واضح هنا تو انترنت التريب تانك هاي بعدين نشوف هالتريب تانك هذا جهاز الحفر هنا لازم عندنا جهاز تحدد لنا الفلو اندكيتر يصير عندنا الفلو
من داخل البئر. واضح؟ طبعا هو من يبدي هنا لازم احنا نسده بالبئر وبعدين نبدي عملية المعالجة. اذا صار عندنا The Well Control System Permit، هاي الـ Well Control منظومة السيطرة أو على البئر هو تسمح لنا أو لازم عندنا يكون Indication أولي، أولا Detecting the Tick، يعني يصير عندنا فد نوع من الـ شنو الإحساس أو المعرفة أنه التيك حدث. اثنين Closing the Well or Surface، خطوة ثانية إذا حصل التيك لازم عندنا طبعا احنا شلون نشوف الكيك؟ نشوف الفلوريت اللي اذا تجي من البئر اذا تطلع تكون اعلى، الوسط مالتها اعلى، ممكن يكون غاز اكثر وبريدنج فلويد، فمعناه عندنا صار كيك. واضح؟ يصير عندنا زياده بحجم الطين بالاحواض الطين، معناه اجى فلويد طب ويا بريدنج فلويد، فهكذا عنده اندكيتر الحفار يشوفها معناه يقول لك صار عندك. من يصير عندك الخطوة الثانية closing the well at surface، لازم شنو البير نغلقه يغلق تماما. ثالثة circulating the well under pressure to remove، بعدين يجي ندور drilling fluid under pressure تحت الضغط to remove the formation fluid and increase the mud density، حتى نطلع هاي الفورميشن فلويد دي برا بزيادة ونزيد المود دنسيتي حتى نسيطر عليها ونكبحها داخل الفورميشن. أربعة موفينج ذا دريل سترينج اندر بريشر، أيضا ندور نبقى ندور الدريل سترينج بس تحت الضغط. خمسة دايفرتينج فلو أواي فروم إيريك بيرسونال اند إيكومنت، ومنظومة معينة للسطح إنه توجهنا تغير مسار الفلويد الخارج او الدريلنج فلويد الخارج من البئر الى جهه معينه اخرى حتى نضمن سيفتي للبيرسونال والاكويبمنت ما يتعرضون لهذا الامر. هاي منظومه السيطره. هذا طبعا هنا هذا التعريف failure of the well control system، فشل ال well control system result in uncontrolled flow of formation، يعني اذا فشلت هاي معناه احنا ما نسيطر على ال formation fluid، وهذا نسميه blow out. واضح؟ البلو اوت كان كوز لوس اوف لايف مثل ما قلنا، هذا انفجار ويسبب حريق، ايضا فقدان الارواح العاملين، لان لوس اوف درينج من كل اجهزه جهاز الحفر والمعدات والبايبات كلها تتلف نفقدها، لوس اوف ذا ويل البير ايضا ينتهي يحترق. اربعه لوس موتش اوف ذا اويل اند جاز ريزيرف ان ذا اندر جراوند، وحتى الاويل والجاز مخزون الغاز والنفط بالبئر بالمكمن راح ينتهي او دمج بي، اند فايف دمج تو ذا انفايرمنت، وايضا البيئه المجاوره للبئر يصير بيها دمج لان هو حريق وهازات وغيره. كيك ديتكشن وايل دريلينج اوبريشن از اتشيف، شلون يعني نتنبأ بحدوث الكيك؟ لأن أول إذا نبأنا بحدوث الكيك وغلقنا البئر بعد ما ممكن يصير عندنا شنو بلو أوت، بس عندنا كيك أكو يعني يصير توزيع لمنظومة الضغط بس هي مسيطرة عليها داخل البئر، بعدين نبدأ عملية السيطرة على البئر ونفتحها شوي شوي وهكذا حتى نتخلص من الضغط الداخلي العالي. إذن الديتكشن مؤشرات أو اللي نتنبأ بها من حدوث الكيك يوز أوف بيت ليفل إنديكيتر، مثل ما قلنا أحواض الطين بها فد ليفل معين، من يزيد عن هذا الليفل معناه عندنا أكو سوائل من فورميشن تجي إلى داخل البئر معناه عندنا كيك. اثنين يوز أوف ذا فلو إنديكيتر،
ايضا عندنا مؤشر او انديكيتر للفلو. هذا الفلو لازم لحد معين يطلع من البير. هذا لما يزيد الفلو، الفلو ريت يزيد، معناه اكو دفع من الفورميشن فلويد لسائل الحفر داخل الانيروس، وبالتالي يزيد عندنا الفلو ريت. هاي اند لو ليفل ارامز عندنا يعني مؤشرات او انديكيترات. الارامز يعني لو ان هاي، احيانا هاي ولو ليفل الرام كان بي ريسيت تو تيرن اون لايتس، يعني العلامات نتيجة هذا ما ينطينا اضوية انديكيتر للحفرة من يزيد تحدث هذا التيك اضوية او هورنات يجيب هورن يعني في الجهاز، جهاز الحفر ينطي انديكيشن انه صار عندنا when the bit volume increases or decreases، وهذا مرتبط ويا حجم الاحوال الطين اذا زادت او قلت. وشكرا لاصحابكم، بهنا نكمل المحاضره التجميل. تحياتي لكم.